السلام عليكم شبيبة زينة، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وإن شاء الله كامل تكونوا على خير. اليوم راح ندخلوا حصة رقم 15 من سلسلة الحصص القصيرة في مادة الهندسة الكهربائية. وفي هذه الحصة وش راح ندرسوا؟ راح ندرسوا مؤجلة بعداد تصاعدي إنجاز قلب. جماعة قبل ما نبدأ في هذه الحصة راح نعطيكم مخطط خاص بالمؤجلات، بها تكتبوا الملخص نتاعكم. هيا نبدأ جماعة. في المؤجلات في البكالوريا راح تدرسوا نوعان، النوع الأول والنوع الثاني. بالنسبة للنوع الأول راح تدرسوا مؤجلات تماثلية باستخدام خلية آرسي، معناتها زمن تأجيل وش يساوي زمن شحن المكثفة ووصولها إلى جهد مرجعي. أما النوع الثاني وهو مؤجلات رقمية، لماذا سميتها مؤجلات رقمية؟ راح تنجزوا مؤجلات باستخدام عدادات. بالنسبة للمؤجلات الرقمية كذلك راح تدرسوا نوعان، النوع الأول مؤجلات باستخدام قلابات سواء كان عداد تصاعدي ولا عداد تنازلي، والنوع الثاني وش هو مؤجلة باستخدام دارة مندمجة 74 آلاس 90، وهذا هو المخطط الوظيفي المقرب له. هذه بالنسبة للمؤجلات الرقمية معناتها نستخدم فيها العدادات. أما مؤجلات تماثلية العنصر الأساسي فيها هي المكثفة والمقاومات. في المؤجلات التماثلية راح تدرسوا ثلاث أنواع، النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث. بالنسبة للنوع الأول جماعة وش هو مؤجلة باستخدام NO555، هذه المؤجلة باستخدام NO555 لازم قطب 6 يكون مربوط مع 7، وقطب 2 هو اللي يمدلو إذنه بالتأجيل، راح نشوفها في الحصص المقبلة. أما النوع الثاني اللي هو مؤجلة باستخدام مضخم عملي يعمل عمل مقارن، إذا كما راكم تشوفوا هذا المقارن وش راح يقارن؟ يقارن ما بين جهدين، الجهد الأول في ناقص هو الجهد المرجعي، والجهد الثاني هو الجهد المكثفة. كي توصل الجهد المكثفة الجهد المرجعي ينتهي زمن تأجيل، وراح نشوفهم في المستقبل إن شاء الله. أما النوع الثالث مؤجلة باستخدام مقحل وثنائي الزينة، كما كم تلاحظوا عندي مكثفة وعندي ثنائي زينة وعندي مقحل أمبير. إذا في المؤجلة التماثلية عندكم ثلاث أنواع. جماعة هذو قسمتهمكم سبع حصص. بالنسبة للمؤجلات باستخدام قلابات أدتكم زوج حصص، حصة رقم 15 مؤجلة باستخدام عدادات تصاعدي إنجاز قلابات، وحصة رقم 16 مؤجلة بالقلابات عدادات تنازلية، وحصة 17 مؤجلة باستخدام العداد 74 آلة 90 اللي حيكون ديما عداد تصاعدي، وهذه هي دارة مندمجة درسناها من قبل. أما بالنسبة للمؤجلات التماثلية بالنسبة NO555 راح ندرسوها في حصة رقم 18، وبالنسبة للمؤجلة باستخدام المقارنة راح نديروها في حصة رقم 19، وآخر حصة اللي هي حصة 20 راح نديرو فيها مؤجلة باستخدام ثنائي زينة والمقحل. جماعة زينة فاصل ثم نواصل. أول حاجة قبل ما نصمم المؤجلات رايحين تسألوني سؤال، تقول لي يا أستاذ وش معناتها المؤجلات وليه لازمنا نستخدموا المؤجلات؟ وش راح نعطيكم؟ راح نعطيكم تعريف البسيط للمؤجلة. إذا المؤجلة وش هي؟ مؤجلة هي تأخير تنفيذ فعل معين لمدة زمنية معينة. ولا عندها تعريف الثاني وش هي؟ هي تأخير توقيف فعل معين لمدة زمنية معينة. وش معناتها؟ انطلاقا من التعريف كاين نوعان من المؤجلتين. النوع الأول وش يسميه مؤجلة عند الراحة، معناتها الجهاز تاعك يكون قاطع عليه التغذية، نهار اللي ينتهي زمن تأجيل يمشي الجهاز نتاعك. أما التعريف الثاني هي تأخير توقيف فعل معين لمدة زمنية معينة، وش معناتها؟ الجهاز تاعك يكون يمشي كي تمد المؤجلة يحسب زمن تأجيل وتقطع التغذية على الجهاز نتاعك. باه نفهموا مليح يا جماعة راح نعطيكم زوج أمثلة وبإذن الله تولي كل شيء بسبوسة. هيا نبداو في التعريف الأول. التعريف الأول هو تأخير تنفيذ فعل معين لمدة زمنية. باه نفهموا، جبتكم مصباح، هذا المصباح ربطته بالمؤجلة، وهذه المؤجلة زمن تأجيل تاعها يساوي 3 ثواني، وكما راكم تلاحظوا المصباح في حالة التوقف، حاب نمدلو 3 ثواني، كي يخلصوا 3 ثواني راح يتوهج، راح ننفذ فعل. وأي مؤجلة وش عندها؟ عندها إذن بالتأجيل، هذا هو الملمس تاع المؤجلة، هذا هو الرمز تاعو، وأي مؤجلة رقمية تمشي بالساعة. كما راكم تلاحظوا يا جماعة هنا المؤجلة ما تمشيش، نهار اللي نضغط على إذن تأجيل ونضغط على هذا الملمس، كما راكم تلاحظوا بهذا الشكل، يبدأ يحسب زمن تأجيل 3 2 1 0، من بعد واش راكم تلاحظوا توهج المصباح. اذا هنا واش نقولوا؟ المؤجله هي تاخير تنفيذ فعل معين لمده زمنيه معين، هذه المؤجله يسموها مؤجله عند الراحه، معناتها كي ينتهي زمن التاجيل باه يمشي التركيب. اما المؤجله الثانيه يا جماعه كاينه في البيوت الجزائريه بزاف، مثلا نعطيكم هذا التلفاز الجزائري، تخيل راك تفرج مثلا مسلسل ومن بعدها تاكتيفي زمن تاجيل، كما هذا التلفزيون، هذا الفيديو راك تفرج له ناكتيفي زمن التاجيل يساوي 3 ثواني، شوف واش عيصرا. شكون نتوما؟ وين راني؟
واش راكم تلاحظوا التلفاز كان في حاله العمل نهار اللي اكتيفيت المؤجله 3 2 1 0 من بعد كي انتهى الزمن التهجئي توقف التلفاز. اذا هذا هو التعريف الثاني، وهذه المؤجله نسميها مؤجله عند العمل. كي تاكتيفيها كي يخلص زمن التاجيل تقطع التغذيه على تراكيب الكهربائيه والالكترونيه. شبيبه زينه المؤجلات الرقميه، انطلاقا من اسم تاعها كلمه رقميه، اذا اي مؤجل رقمي في التركيبه تاعو واش يحتوي؟ يحتوي على العداد، على هذه واش لازم تكون؟ لازم تكون فاهم عداد. نهار اللي تكون فاهم العداد تزيد لها قانون بسيط، القانون هذا واش هو؟ تي من سكيل واش يساوي؟ يساوي ان في تي ماج سكيل، حيث تي من سكيل واش هو؟ زمن التاجيل راك حاب تخدمه، الان ماج سكيل واش معناتها؟ ترديد المؤجله ولا معامل العداد الذي ينتهي عنده التاجيل، وتي ماج سكيل واش هو؟ دور اشاره الساعه. قد تكون من ان او 555 ولا قد تكون من سي بوابات نفي سي ام اوس، بما ان مؤجل رقمي ما يحتوي عدد، العدد واش لازم له؟ لازم له اشاره الساعه. جماعه باش تفهموا المؤجلات الرقميه واش لازم تكونوا فاهمين العدادات. اللي ماهوش فاهم العدادات ويروح يتفرج سلسله القصيره الخاصه بالعدادات اللي هي حصه رقم 8 وحصه 9 و10 و11 و12، نهار اللي تكمل العدادات ارواح تفرج حصه المؤجلات. إذا مؤجلات رقمية هي عبارة عن عداد زائد قانون التأجيل. إذا تي وش هي يا جماعة؟ تي هي زمن ولا قيمة زمن التأجيل. أما ان وش هي؟ هي معامل العداد الذي ينتهي عنده التأجيل. وتي ماج سكيل وش هو؟ هو دور إشارة الساعة، قد تكون جاية من سي ام او اس ولا قد تكون جاية من القلاب لا مستقر ان او 555. إذا قانون بسيط ما فيه حتى إشكالية. وبان نفهموا المؤجلات لازمنا كذلك نفهموا المخططات الوظيفية المعطاة من طرف الصانع. إذا المؤجلة باستخدام عداد تصاعدي إنجاز قلابات، مخطط بسيط تاعها بسيط جدا، عبارة عن مستطيل، هذا مستطيل يمشي بجبهة نازلة، معناتها القلابات اللي راح تخدموا بهم ديما يمشوا بجبهة نازلة، يحتوي على الآر، الآر ينشط بالمستوى الأدنى. هذا المخطط الوظيفي تاع العداد شو زادوا له جماعة؟ إذا في الميقاتية زادوا له بوابة اند باه يمدوا اذن بتأجيل. اذا مدخل تاع الميقاتية واش زادوا له؟ زادوا له بوابة اند، بوابة الاند مدخل الاول مربوطة باشارة الساعة ومدخل الثاني مكتوب فيها اذن بالتأجيل، معناتها اي مؤجلة لازمنا نمدوا لها اذن باه تبدا. ثاني حاجة اي مؤجلة واش عندها؟ عندها شرط نهاية العد، كما راكم تلاحظوا هنا عطيتكم بوابة بي وهنا واش نكتبوا؟ زمن تأجيل تي ونكتبوا نهاية زمن تأجيل. جماعة كيف تفرقوا ما بين مؤجلة والعداد؟ إذا كتب لك هنا في نهاية شرط بوابة نهاية العداد كتب لك تي، معناتها أعرف باللي حيعطي لك مؤجلة باستخدام عداد. إذا كتب لك هنا أن يساوي 5 ولا أن يساوي 6 أعرف باللي عطى لك عداد. إذا كيف تعرفها مؤجلة؟ كي يكتب لك هنا تي، هنا نهاية زمن تأجيل. جماعة هذه البوابة بي قادرة تكون وقادرة ما تكونش. إذا كان ترديد العداد مؤجلة ينتمي إلى اثنين قوى ان، مثلا 2 4 8 16 32، في هذه الحالة ماهوش راح يصمم لك البوابة، إذا أنت راح تخرجها من المخرج الموافق فقط، راح تخرج خط فقط. إذا كان ان لا ينتمي إلى اثنين قوى ان، مثلا 3 5 7 9 إلى آخره، هنا راح تحتاج شرط نهاية التأجيل، راح تحتاج بوابة ان مربوطة بالمخرج اللي تحقق لك هذاك الرقم اللي ما ينتميش إلى اثنين قوى ان. واخر حاجه اي مؤجله جماعه واش عندها؟ عندها مسح زمن التاجيل. اذا كي تشوف هذا المخطط الوظيفي مخدوم بهذا الشكل اعرف باللي راح يسالك على المؤجلات، راح يقول لك صمم لي مؤجله ولا احسب لي زمن التاجيل. جماعه زينه باه نفهموا مليح جبتكم ثلاث امثله، حاولوا تفرجوا هذه الثلاث امثله وتفهموا مليح مليح، وباذن الله مؤجلات تاكلوهم كما الحلقه. هيا نبداو باول مثال. في المثال الاول اعطاكم ثلاث قلابات جيكا، ومن بعد واش طلب منكم؟ طلب منكم اكمال تصميم منطقي لهذه المؤجله من اجل دور تي يساوي 2 ثانيه وزمن تاجيل انا حابين نوصلوا ليه يساوي 12 ثانيه، وهذا هو المخطط الوظيفي المعطى من طرف الصانع. اذا يا جماعه ركزوا معايا مليح. جماعه اذا عطى لك زمن تاجيل وعطى لك الدور اعرف باللي راح يقول لك صمم لي المؤجله وتخرج الان، واذا عطى لك ترديد المؤجله وعطالك الدور تي اعرف باللي راح يقول لك احسب زمن التاجيل. كما هنا واش ما عطاناش الان، معناتها راح يطلب منا تصميم المؤجله. اذا يا جماعه استاذ كيف نصمم مؤجله؟ بنصمم مؤجله لازمنا استراتيجيه، وبما انه مؤجله رقميه معناتها نخدموها بالعداد نفس الاستراتيجيه تاع العدادات. جماعه هي نطبقوا الاستراتيجيه حتى نوصلوا المؤجله ونزيدوا قانون خفيف ظريف اللي هو زمن التاجيل واش يساوي؟ يساوي ان في الدور تي. هاي نبداو جماعه. اول حاجه قبل ما نخدم المؤجله، بما انه مؤجله مصنوعه بالعداد لازم قلابات نحولهم الى تبديل، وبما انه عطاني مصدر جهد في سي سي لازم قلاب الاول. اذا واش نقولوا في الاستراتيجيه؟ الخطوه الاولى جعل القلابات تعمل في حاله التبديل. اذا جي او كا نربطهم
بالفي سي سي. هنا حولت قلاب الاول تبديل، نزيدو نحاولو القلاب الثاني جي بي وكابي نربطوهم بالفي سي سي، وهنا جي سي وكاسي نربطوهم بالفي سي سي. نهار ما يمدلكش مصدر جهد في سي سي، في هذه الحاله جي ا وكا ا مدلهم واحد منطقي واحد منطقي باه تقلل عدد الخطوط. اذا هنا في الاستراتيجيه اول حاجه التبديل كملناها، ثاني حاجه اي مؤجل جمع واش عندها اذن التاجيل، هو تاع اشاره ساعه معناتها اذن بعد زمن تاجيل. كما راكم تلاحظوا هنايا اذن التاجيل شكون يمدوا اكس 11. اذا اش هي اشاره ساعه واكس 11؟ اكس 11 اش معناتها؟ واحد معناتها مرحله رقم واحد، ورقم العشرات معناتها رقم الاشوله، رقم واحد من الاشوله واحد واش وظيفتها؟ اذن بالتاجيل. اذا اكس 11 وظيفتها اذن بالتاجيل. اذا واش نديروا في هذه الحاله؟ نصمو بوابة من مدخلين، مدخل الأول نكتبو عليه اش، ومدخل الثاني نكتبو فيه اكس 11 إذن بتأجيل، ومخارج تاع البوابة الآن نربطوها بالقلاب الأول، وأهم حاجة القلاب الأول واش تكتبو عليه؟ ال اس بي، معناتها القلاب الأول يعد الوزن الأضعف، الوزن اللي جاي في جهة اليمين. صحيح، حنا واش كملنا جماعة؟ كملنا إذن بتأجيل، أي مؤجل عندها إذن بالتأجيل. ثالث حاجة نشوفوا نوع المؤجلة، هل هي مؤجلة بعدد تصاعدي ولا عدد تنازلي؟ واش معناتها كي عطى لك مؤجلة بعدد؟ ديما اسألك سؤال، هل مؤجلة بعدد تصاعدي ولا بعدد تنازلي؟ يا جماعة كيف تعرفوها؟ تشوفوا من السؤال، إذا قال لك مؤجلة بعدد تصاعدي راهو هناك، إذا ما قالكش مؤجلة بعدد تصاعدي وين تروح؟ روح هنايا الآر، إذا لقيت الآر معناتها المسح، معناتها العدد التصاعدي يحتاج المسح، وقتها تقول باللي عدد تنازلي كي تلقى آر سلاش إس. معناتها روسيت سلاش سيت، ولا تلقى كلير سلاش بروسيت. نهار اللي تلقى مداخل ارغام موجودين في زوج في المخطط الوظيفي معناتها واش راح نحتاجهم؟ نحتاجهم للشحن. شكون يتشحن؟ يتشحن عداد تنازلي. بما انه هنا ما لقيتش ار سلاش اس، ما لقيتش كلير سلاش بروسيت، لقيت الار المس. اذا شكون يتمسح؟ هو العداد التصاعدي. اذا هنا واش هو نوع المؤجله؟ مؤجله باستخدام عداد تصاعدي. من بعدها بعد ما عرفت مؤجله باستخدام عداد تصاعدي، نروحوا نشوفوا قاعده الاصبعين. واش قلنا؟ اذا كان المخرج ومدخل اشاره الساعه يتشابهوا راح يمد لي عداد تنازلي، اذا كان المخرج ومدخل اشاره الساعه مختلفين راح يمد لي عداد تصاعدي. انا واش راح نخدم؟ راح نخدم عداد تصاعدي. نروحوا نشوفوا اشاره الساعه جماعه، كما راكم تلاحظوا هنا اشاره الساعه منفيه، وانا اللي حاب نخدم عداد تصاعدي. نفي وش عكس تاعو؟ معناتها المخرج غير منفي. اذا واش معناتها الجبهه المنفيه؟ الجبهه النازله هذه باش نربطوها بالمخرج غير منفي باه تمد لي عداد تصاعدي. لو كان جات عداد تنازلي المخرج المنفي نربطوه بحاجه تشبه له، نربطوه الجبهه المنفيه نربطوها بالمخرج المنفي باه تمد لي عداد تنازلي. بما انه عندي مؤجل عداد تصاعدي لازمني نخدم عداد تصاعدي. اذا واش معناتها كي المخرج غير منفي نربطوه بالجبهه المنفيه اللي هي جبهه النازل، ونزيدوا القلاب الثاني كي بالمخرج غير منفي نربطوه بالجبهه المنفيه اللي هي جبهه نازله. اذا هنا واش درنا جماعه؟ صممنا عداد تصاعدي ترديده 8 2 اس 3 دوره كامله. اذا هنا واش خدمنا؟ عداد تصاعدي. وما تنساوش اخر قلاب توصلوا اشاره الساعه تكتبوا عليه ام اس بي، هو الوزن الاقوى. من بعدها كملنا خطوه ثلاثه، روحوا الخطوه رقم اربعه. الخطوة رقم أربعة واش هو؟ ترديد المؤجلة. باه نعرف ترديد المؤجلة جماعة لازمني نروحوا القانون اللي عطيتوكم. إذا واش هو؟ حساب معامل العداد الذي ينتهي عنده التأجيل. إذا زمن تأجيل تي مينسكي واش قلنا؟ تساوي دور تي في الآن ولا آن في تي. من بعد يا جماعة بما أنه راح نصمم المؤجل لازمني نبحث على شرط نهاية التأجيل، واش لازمني نخرج الآن. إذا الآن واش يساوي؟ كي ننقلوا طرف ثاني، إذا الآن واش يساوي؟ يساوي زمن التأجيل على دورة تي. زمن التأجيل عطاهنا 12 ثانية، ودورة تي واش عطاهنا؟ 2 ثانية. إذا نعوضوا، إذا الآن واش يساوي؟ يساوي 12 على 2. إذا الآن واش يساوي؟ 6. إذا معامل العداد الذي ينتهي عنده التأجيل يساوي 6. احنا نقلبوا عداد بدورة ناقصة. جماعة كاين ملاحظة، قادر ما يمدلكش دور تي، قادر يمدلك التواتر. نهار اللي يمدلك التواتر دير له مقلوب خرج دور تي. ولا تقدر تقول زمن تأجيل واش يساوي؟ يساوي ان على اف، وتحسب عادي. إذا يا جماعة بعد ما لقيت ان يساوي 6 واش نديرو؟ نديرو شرط نهاية العدد، بما أنه عدد تصاعدي يحتاج بوابة شرط نهاية العدد. لو كان ان لقيناها 8 ما يحتاجش البوابة. أوكي، إذا ان يساوي 6 معناتها دورة ناقصة، معناتها يحتاج بوابة ان. هذه البوابة قادة تكون ثلاث مداخل وقادة تكون بمدخلين. أنا عطيتها لكم ثلاث مداخل ومن بعد حنجاوبكم كي تعود بمدخلين. إذا هذه البوابة جماعة باش نربطوها؟ باه نعرف باش نربطوها يا يعني 6 نحولوها نظام ثنائي ونخرجوا توفيقة شرط نهاية العدد، ولا كاين طريقة بسيطة جدا. واش هي؟ شفتوا وين مكتوبة ال اس بي؟ روحوا نكتبوا تحويل نظام عشري إلى نظام ثنائي.
إذا في اللي مكتوب فيها الألاسمي نكتبوا 2 أس صفر، نبداو ب 2 أس صفر، 2 أس صفر يساوي 1، القلب الثاني نزيدوا لها 1 معناتها 2 أس 1 معناتها تساوي 2، القلب الثالث نزيدوا لها 1 معناتها 2 أس 2 تساوي 4. إذا ماذا يساوي رقم 6 من هذه الأرقام؟ رقم 6 واش يساوي؟ يساوي 2 و 4. معناتها هذه البوابة باش نربطوها؟ نربطوها بالكيبي تاع القلاب الثاني ونربطها بالكيسي تاع القلاب الثالث اللي يحقوا لي الحساب رقم 6. وبما انه عطى لي بوابه بثلاث مداخل، رقم واحد هذا ماهوش داخل في الحساب، ما اسكو نربطه بكي ا ولا كي ا بار؟ بما انه ماهوش داخل في الحساب نربطه بالكي ا بار. وكانه كي ا هو واحد منطقي وكي ا بار صفر منطقي، كما الواحد ما نحتاجوهاش، واحد في الصفر تخلصنا منها، اثنين نحتاجوها، اثنين في واحد تساوي اثنين، زائد أربعة نحتاجها، أربعة في كيسي واحد تساوي أربعة، معناتها أربعة زائد اثنين. لو كان جات مثلا اثنين ما نحتاجوهاش نربطوها بالكيبي بار. وهنا واش نكتبوا؟ هنا واش نكتبوا؟ تي يساوي 12 ثانية، وهنا نهاية زمن التأجيل. ولا الطريقة الثانية يا جماعة إذا حاب تخرج هذه البوابة، الآن هذه لقيناها ستة اكتبها بنظام عشري ومن بعد حولها نظام ثنائي. كي تحولها نظام ثنائي واش راح تلقاها؟ واحد واحد صفر، اللي جا في الصفر اللي جا في اليمين هو الال اس بي، شكون يعبر عليه؟ يعبر عليه كي ا. اذا واش هي توفيقة شرط نهاية العد؟ عندما كي ا يساوي صفر معناتها كي ا بار وكي بي وكي سي. اذا الان واش يساوي؟ يساوي كي ا بار باسكو لقيناها زيرو، والبي واش لقينا؟ واحد معناتها في كي بي، والسي واش لقينا؟ لقينا واحد معناتها في كي سي. كما هذه هي البوابه نفسها. ولا واش قلنا شرط نهايه العد واش نديو؟ نديو الوحدات المنطقيه فقط. اذا واش يساوي توفيقه شرط نهايه العد؟ تساوي كي بي في كي سي، ولا كي سي في كي بي. واش معناتها شرط نهايه العد؟ قاعده تخدمها بثلاث بوابه بثلاث مداخل تربطها بكي ا بار وكي بي وكي سي، ولا تخدمها بمدخلين تحتاج الوحدات المنطقيه. انت خير اسكو تخدم بوابه بثلاث مداخل ولا بزوج مداخل. واذا فرض عليك ثلاث مداخل لازم تربطها بكي ا بار كي بي كي سي. وهنا يا جماعه كملنا خطوه رابعه من الاستراتيجيه. واش بقى لنا يا جماعه؟ بقاتنا الخطوه الاخيره اللي هي مسح المؤجله. اذا خامسه واش هي؟ المسح. كما كنت تلاحظوا في المؤجله كاين مسح خارجي اما عن طريق اكس 10 او انيت. اذا في هذه الحاله البوابه ا عطاها لكم بوابه مجهوله، لازم نتوما تخرجوها. انا ديما نعطيكم بوابات مجهوله باش تتعلم حتى تخرجهم، لانه في البكالوريوس البوابه ديما يعطيها لك معلومه، قادر المره الجايه يعطيك بوابه مجهوله ويطلبها منك. اذا في هذه الحاله يا جماعه واش نديروا؟ بما انه عندي اكثر من طريقه المسح، شكون يمسح المؤجله؟ واش راح نقول؟ يمسح اكس 10 او انيت. اذا واش نحتاجو؟ نحتاجو بوابه ار. اذا في هذه الحاله مداخل الارغام كلير كامل نقلبهم كتله واحده باه نمسحهم دفعه واحده. وبما انه عندي اكثر من طريقه المسح نحتاجو بوابه ار. مدخل بوابه ار الاول نربطه بالاكس 10، والمدخل الثاني نربطه بالانيت وفق وثائق صانع اللي عطاها لكم، والمخرج البوابه نربطه بالمسح الجمعي. وكما كنت تلاحظوا مداخل الارغام يمشي بالمستوى الادنى، وبوابه الاور كي تحقق النتيجه تمدلي واحد منطقي ما تقدرش تمسح. باه يتوافق لي مخرج البوابه مع المسح لازم هذه البوابه واش لازم تكون؟ لازم تكون منفيه. اذا معناتها انيت اذا كانت واحد واحد او صفر واش يساوي؟ واحد. من بعد هذا الواحد واش صار؟ يتم فاك يولي زيرو، زيرو راه كلير الاول وكلير ثاني وكلير ثلاثه. واش راح يصير؟ راح يتمسح الزمن التاجيل. على هذه البوابه واش لازم تكون؟ تكون بوابه نار، لانه مداخل الارغام يمشي مستوى الادنى. هنا يا جماعه كملنا طريقه المسح، ومداخل الارغام بروسيت اللي عطاهم لكم يا جماعه اتونسيون تخلوهم، لازم ديزاكتيفيهم، لانه مدخل الارغام هذا بروسيت يمشي بصفر منطقي ومادام ما ربطش معناته راهو ماكتيفي. كيف نديزاكتيفي؟ كيف نخملو؟ نربطو بالواحد منطقي ولا نربطو بالمصدر جهد في سي سي. وهنا يا جماعه زينه كملت مؤجله باستخدام عداد تصاعدي انجاز قلابات، زمن تاجيل تاعها يساوي 12، والدور تاعها يساوي 2 ثانيه، والترديد تاع المؤجله باه يحقق لي 12 ثانيه لازم ترديد المؤجله ان يساوي 6. روحوا المثال رقم 2. كما كنت تلاحظوا في مثال رقم 2 عطاكم المخطط الوظيفي وثيقة الصانع وعطاكم مؤجلة واجدة مركبة. بما انه عطاك مؤجلة واجدة وعطاك المخطط الوظيفي، تأكد واش راح يقول لك؟ راح يقول لك يا تحسب لي زمن تأجيل، يا يقول لك احسب لي الدور تي، يا يحسب لي تواتر اف. اذا جماعة باه نحسبوا زمن تأجيل لازمنا نستخرجوا الان، لانه زمن التاجيل واش قلت لكم يساوي؟ يساوي ان في الدور تي. اذا اول حاجه واش لازمنا؟ لازمنا نستخرج معامل العدد الذي ينتهي عنده التاجيل. باه نستخرجوا الان لازمنا نعرفوا القلاب الال اس بي الوزن الاضعف. كيف نعرفوا قلاب الال اس بي؟ نروحوا نشوفوا اشاره الساعه. كما كنت تلاحظوا اشاره الساعه مربوطه بالقلاب هذا، هذا القلاب هو الال اس بي وهذا القلاب الاخير هو الام اس بي. اذا كي ا هو الال اس بي. من بعدها باه نخرجوا الان، شوفوا المخارج المربوطين بالبوابه، ركزوا معايا مليح.
بان نعرفوا تعداد الاعداد نحاولوا نظام عشري نظام ثنائي نكتبهم في وسط القلابه. اذا القلاب الاول الاس باش نكتبوا عليه 2 اس 0 معناتها 1، القلاب الثاني 2 اس 1 معناتها 2، القلاب الثالث 2 اس 2 يساوي 4. اذا من بعدها نشوفوا شكون الارقام اللي مربوطين بالبوابات بالمخارج العاديه غير المنفيه. كما كنت تلاحظوا يا جماعه الواحد هذا كي ا مربوط بالبوابه معناتها داخل في الحساب، روحوا رقم 2 شوفوا رقم 2 كي بي بار معناتها 2 ماشي داخله في الحساب ما تدخلش ما يدخلش في الترديد، وربعة كذلك داخلة في الحساب لأنه مربوطة بالكيسي ماشي مربوطة بالكيسي بار. إذا ترديد المؤجلة شكون اللي هم داخلين في الحساب؟ واحد وربعة، واحد زائد ربعة واش يساوي؟ يساوي خمسة. إذا معامل العدد الذي ينتهي عنده التأجيل يساوي خمسة. إذا واش نكتبوا؟ أن يساوي خمسة، وعندنا زمن تأجيل واش يساوي؟ يساوي دور تي في أن، ولا ان في تي، ونعوضوا جماعة. إذا زمن تأجيل واش يساوي؟ يساوي دور تي واش عطانا؟ 0.25. في ترديد العدد قد لقيناه لقينا 5، 0.25 في 5 واش يساوي؟ إذا زمن التأجيل يساوي 1.25 ثانية. جماعة هذه الأسئلة جامي جات في البكالوريا مي توقعها، قادر يعطي لك تركيب عدد واجد ويكتب لك هنا تي يساوي علامة استفهام ويطلب منك حساب زمن التأجيل، ولا قادر يعطي لك زمن التأجيل يقول لك احسب دور تي، ولا قادر يقول لك احسب تواتر اف. وهنا يا جماعة كملنا مثال رقم 2. روحوا لمثال رقم 3. في المثال رقم 3 كما كنت تلاحظوا عطاكم 3 قلابات وعطاكم المخطط الوظيفي وثيقة الصنع، واش طلب منكم؟ قال لكم اكمل تصميم هذه المؤجلة من اجل دور تي يساوي 1 ثانية. بنفس الطريقة بما انه عطالي زمن تأجيل وعطالي دور تي، واش راح يطلب مني؟ راح يطلب مني تصميم المؤجلة. باه نصمم المؤجلة لازمني خرج الآن، بل باه نكملوا هذا التركيب لازمنا نعرف نقرأ وثائق الصنع. باه نقراو وثائق الصنع واش لازمنا؟ لازم تكون عندنا استراتيجية، والاستراتيجية عطيتها لكم من قبل. أول حاجة في الاستراتيجية واش هي؟ أول حاجة جعل القلابات تعمل في حالة التبديل. واش نديرو؟ القلاب الأول نحاولوا إلى تبديل عن طريق ربط جي أ وكا أ بالفي سي سي، نهار ما يمدلكش في سي سي دير واحد منطقي واحد منطقي. نزيدو نحاولوا القلاب الثاني، وزيدوا نحاولوا قلاب ثالث. هنا كملت الخطوه الاولى من الاستراتيجيه نتاعي. الخطوه الثانيه بما انه تركيب مؤجله، اي مؤجله واش لازم يكون عندها؟ عندها اذن بالتاجيل. روحوا لوثائق الصنع. شكون يمد اذن بالتاجيل؟ اللي هي مرحله اكس 62. 2 هي مرحله و6 هي رقم الاشغله، هي واش نقولوا؟ مرحله ثانيه من اشغله 6 واش وظيفتها؟ بما انه مربوطه باشاره الساعه وظيفتها اذن، وبما انه تركيب مؤجل هاو اكتب لي هنا تي يساوي 4 ثواني، واش نقولوا؟ اكس 62 اذن بالتاجيل. اذا هنا واش نرسموا؟ بوابه اند، مدخل اول نربطه باشاره الساعه اش، ومدخل ثاني نكتبوا عليه اكس 62 وفق وثائق صانع، والمخرج البوابه نربطه بالقلاب الاول، واهم حاجه نكتبوا الالاس معناتها القلاب الاول يحسب لي الرقم الاحد الوزن الضعيف. هنا يا جماعه كملنا خطوه ثانيه من الاستراتيجيه. خطوة ثالثة واش نشوفوا؟ نشوفوا نوع المؤجلة، هل هي مؤجلة بعدد تصاعدي ولا عدد تنازلي؟ وحنا حصتي عن عدد تصاعدي يا جماعة. كيف نعرفوا عدد تصاعدي؟ أول حاجة نسأل السؤال، هل هي مؤجلة بعدد تصاعدي ولا مؤجلة بعدد تنازلي؟ الإجابة قادر يعطيها لك في السؤال يقول لك صمم مؤجلة بعدد تصاعدي، نهار لم يمدها لكش في السؤال روح لمداخل الإرغام. إذا لقيت إير فقط ولا كلير فقط أعرف بلي مؤجلة بعدد تصاعدي دورة ناقصة. نهار اللي تلقى كلير سلاش بروسيت معناتها في المخطط الوظيفي يقول لك نستخدمهم في زوج، علاه نستخدمهم في زوج؟ باه نشحنوا العداد. شكون اللي يحتاج الشحن؟ هو العداد التنازل. إذا بما أنه كاين إير فقط هنايا واش نقولوا؟ هنا مؤجله باستخدام عداد تصاعدي. من بعد يا جماعه واش نديروا؟ روح باه نخدموا عداد تصاعدي نجيبوا اصبعين، شوفوا قاعده الاصبعين، التشابه يولد عداد تنازلي والاختلاف واش يولد عداد تصاعدي. انا واش راح نخدم؟ مؤجله بعداد تصاعد، وبما انه اشاره الساعه هذه مدها لي جبهه نازله جبهه منفيه، الاختلاف تاعها واش يكون؟ عكس الجبهه المنفيه واش هو؟ المخرج غير منفي. اذا باش نربطوا بالمخارج العاديه ولا مخارج منفيه؟ لازمنا نربطوا بالمخارج العاديه باه يكون عداد تصاعدي. لو كان نربط بالكي ابرج معاه يولي عداد تنازل، والقلب الثالث نربطه مدخل اشاره الساعه تاعو نربطه بالكي بي الاختلاف. هنايا واش صممت؟ صممت عداد تصاعدي دوره كامله تعرضه 8. من بعد يا جماعه بعد ما كملنا النوع ما تنساوش تكتبوا الام اس بي في القلب الاخر. بعد ما كملت النوع روحوا الخطوه الرابعه واش هي؟ اللي هو الترديد. واش هو الترديد المؤجل؟ باه نعرف الترديد المؤجله لازمنا نحسبوها من القانون. اذا حساب معامل العدد الذي ينتهي عنده التأجيل، إذا زمن التأجيل واش هو القانون نتاعو؟ يساوي دور تي في ان. إذا أنا واش لازمني خرج الآن؟ إذا الآن واش يساوي؟ يساوي زمن التأجيل تي من سكيل على دور تي. جماعة كما كتلاحظوا زمن التأجيل عطاه لي 4 ثواني والدور تي عطاه لي 1 ثانية. إذا الآن واش يساوي؟ يساوي 4 زمن التأجيل على الدور 1،
واي يساوي ان يساوي 4، وهنا العداد دوره كامله. اذا هنا ان يساوي 4 يساوي 2 اس 2، معناتها ان ينتمي الى 2 قوى ان، معناتها هنا نقدروا نستغناو على البوابه شرط نهايه العد. اذا في هذه الحاله جماعه واش تكتبوا؟ نحاولوا نظام عشري الى نظام ثنائي. القلب الاول ال اسمي نكتب عليه 2 اس 0، قلب ثاني 2 اس 1، وقلب ثالث 2 اس 2، ومن بعد نسالوا روحنا سؤال 4 واش يساوي من هذه الارقام؟ يساوي كي سي فقط. اذا هنا واش نرسموا؟ خط ونديروا السهم ونكتبوا هنا زمن تاجيل تي يساوي 4 ثواني، هنا ما احتاجش بوابه اند. هذا بالنسبه مؤجله باستخدام عدد تصاعدي ولقيناه دوره كامله. اذا في هذه الحاله جماعه الان واش يساوي؟ كاينه طريقه ثانيه، 4 بنظام عشري حولها نظام ثنائي، واش تلقاوها؟ تلقاوها 1 0 0. شكون هو ال اس بي؟ اللي هو رقم الصفر اللي عبر عليه كي ا. اذا واش هي التوفيقه شرط نهايه العد؟ اما واش نقولوا؟ تساوي كي ا بار في كي بي بار في كي سي، تقدر تجسد بوبا ان، ولا واش تساوي الواحد منطقي فقط كي سي. واش معاه؟ شكون احسن؟ اسكو نربطوا من شرط نهايه التاجيل كي سي فقط، ولا نزيدوا بوابه ونزيدوا خدمه على رواحنا؟ اذا واش نختاروا؟ نختاروا كي سي فقط، اللي يخدم بوابه ثم دخل كذلك راهو صحيح. اذا هنا جماعه واش كملنا؟ كملنا الترديد. جماعه اتونسيو، تقول لي يا استاذ بما انه ترديد المؤجله ان يساوي 4، معناتها نحتاجوا زوج قلابات، هذيك نحتاجوها في العدادات. هنا المؤجل لازم يكون عندي شرط نهايه التاجيل، معناتها هذا رقم 4 حول نظام ثنائي، كي تلقى ثلاث ارقام معناتها تحتاج ثلاث قلابات. قادر واحد يقول لي استاذ بما انه ترديد يساوي 4 نحتاج زوج قلابات، هذيك تفعل في العدادات التصاعديه والتنازل. مين ها اللي تدخل التاجيل؟ هنا لازم يكون عندك شرط نهايه التاجيل، لازم نبضه من جي تجي من قلابه رقم 3، لازم نزيدوا قلب. هنا يا جماعه كملنا شرط نهايه العد، من بعدها اخر خطوه في الاستراتيجيه واش هي؟ اللي هي المسح. شكون يقوم بعمليه المسح؟ شكون يقوم بعمليه المسح؟ اما عن طريق انيت واش نسميوها مسح خارجي يدوي، ولا X60 هي مرحله ابتدائيه من شغوله 6 وظيفته مسح المؤجله خارجيا، معناتها هكذا كاينه طريقه مسح، كاينه طريقتين. اذا كيف نديروا في هذه الحاله؟ هذو كلير مداخل الارغام نقلبوهم كما كنت تلاحظوا هنا، شكون يقوم بعمليه المسح؟ X60 والانيت. اذا واش نديروا في هذه الحاله؟ مداخل الارغام كلير نقلبهم كتله واحده، وبما انه عندي اكثر من طريقه مسح نرسموا بوابه ار. مدخل الاول في البوابه ار واش نكتبوا عليه؟ X60، ومدخل ثاني نكتبوا انيت، وما خرج بوابه ار نربطوه بالمسح. وبما انه المسح نشط بالمستوى الادنى هذه البوابه ما تحققليش المسح، اذا لازم نقلبوها تمشي بالعكس. بنقلبوها تمشي بالعكس، شو نزيدوا لها؟ نزيدوا لها النفي. اذا هذه هي البوابه نور وظيفتها مسح مؤجل. ومداخل الارغام بروسيات المتبقيه ما نحتاجوهمش في العداد التصاعدي، واش لازمنا؟ لازمنا ديزاكتيفيهم. باش نربطوهم؟ نربطوهم بالفي سي سي. وهنايا مبروك عليك، راك كملت مؤجله باستخدام عداد تصاعدي. درنا كل الاحتمالات، درنا احتمال الاول مؤجله بعداد تصاعدي بدوره ناقصه، ومن بعدها اعطيتكم تركيب، اعطيتكم مؤجله واجده وطلب منكم حساب زمن تاجيل، والاحتمال الثالث اعطيتكم مؤجله بعداد تصاعدي دوره كامله، وشفتوا حاجه جديده اللي موجوده فيها. وهنا جماعة زينا كملنا حصة رقم 15، الحصة القادمة راح ندير مؤجلة باستخدام عداد تنازلي إنجاز قلابات. وهنا جماعة زينا وصلنا لنهاية الحصة، وما بقى عليا نقول لكم غير سلام.